هاو في بالك، هاو في بالك. مرحبا، كنت في وقت سابق حكيت لكم على الطلاق وإجراءاته، وفما مصطلحات استعملناهم اللي طلبوا بعض المستمعين شرحهم. هذاك علاش لميتهم الكل باش نشرحهم لكم اليوم. فما ناس يحبوا يعرسوا بكري، يعني قبل بلوغ السن القانونية للزواج اللي هو 18 سنة بالنسبة للراجل والمرأة. أما ينجم يتم الإذن بالزواج قبل بلوغ السن القانونية للزواج، والعملية هذه تخضع الإذن خاص من القاضي اللي ما يعطي الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين. هذه تخضع لتقدير القاضي، بمعنى انت تطلب وتثبت الاسباب والقاضي يقدرها، وهذه حاله الفصل الخامس من مجله الاحوال الشخصيه. زواج القاصر اللي ما بلغش سن 18 سنه يتوقف على موافقه الولي والام، واذا كان امتنع واحد فيهم ولا الاثنين على الموافقه وتمسك القاصر برغبته في عقد الزواج، يولي الامر يترفع للقاضي اللي ياذن بالشيء هذاك. وهذا احكام الفصل السادس الفقره الثانيه من مجله الاحوال الشخصيه. الحاجه الثانيه، الحاله العاديه انه كل انسان عنده ذمه ماليه خاصه، يعني كل ما يملكه من عقارات منقولات. أما فما فئات ما ينجموش يتصرفوا بأنفسهم. مش ناخذوا اليوم حالة القاصر، أما القاصر زادة ينجم في حالات حددها القانون باش يتصرف بنفسه في أمواله، والحالة هذه تكون عادة عند وفاة الولي متاعه ولا فما ضرورة. ما نركزوا شوية، القاصر ساعة ما ينجم يطلب الإذن باش يتصرف في أمواله إلا إذا تم 15 سنة. هذه أحكام الفصل 159 مجلة الأحوال الشخصية. وعندك العرس يرشد القاصر، يعني يولي في القانون كأنه راشد، وهذا وقت اللي يتجاوز 17 سنة، وهذا فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملاته المدنية والتجارية. وهذه أحكام الفصل 153 مجلة الأحوال الشخصية. من 15 سنة فما فوق وقبل سن 18 فإنه القاصر ما ينجمش يتصرف في أمواله إلا بإذن من قاضي التقاديم بالمحكمة الابتدائية، يعني يلزم وقت اللي تعمل معاملة تثبت من سن المتعامل معاك على خاطر الالتزام مع قاصر ما ينجمش يكون عنده آثار، يعني كأنك ما عملتوش ويمكن تخسر فيه زادة. مالا ملخص الحكاية الثبات باهي، وإن شاء الله نهاركم زين وفي أمان الله. هاو في بالك، هاو في بالك.